وكيل مجلس النواب عوائد الأوقاف متواضعة وعلينا إعادة استثمارها. وجه النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب التحية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على الدور الذي يقوم به، فضلا عن البرامج التثقيفية والتي توضح سماحة الدين. جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة للبرلمان متسائلا عن تطور أرقام الأوقاف وما هي سياسات الوزارة لتنمية برامج الوقف، وأشار إلى أن أموال الوقف تصل إلى 1.037 تريليون، إلا أن عائد هذه الأموال ما زال متواضعا، قائلا: لم أرى مبادرات جديدة تناسب العصر. وطالب محمد أبو العنين بأهمية إعادة استثمار أموال الوقف، مستشهدا بإقامة جامعة بوقف إسلامي، موضحا أن هذه الجامعة ستكون قيمة مضافة لهذه الأموال. وأشار أبو العين إلى أن أموال الوقف يجب أن يعاد تقييمها ويعاد استثمارها مرة أخرى وتقسيمه على الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن هناك أراضي وأصول كثيرة موجودة في جميع أنحاء مصر. وطالب وكيل مجلس النواب بأهمية فتح أبواب مساجد آل البيت وعمل تسويق لها لما لها من دور كبير في دعم الأوقاف المصرية. وقال أبو العنين: لا مانع من تجديد الكنائس، أنا كمسلم مش شايف مشكلة إن المسلم يجدد كنيسة أو مسيحي يجدد مسجد.